السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب، في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الفود كتير جدا. النهارده بقى عاوزين نقسم كده الفود لهيلثي وان هيلثي، بس اكوردنج لحاجه تانية. اكوردنج ان هو ده سليم، يعني هل هو بايظ ولا كويس، يعني مش بايظ. تعالوا كده نعرف ازاي الفود بنقسمه لفريش فود، يعني طعام طازج، يعني طازه كده مش قديم ولسه كده فريش، وده كده بيكون اكيد هيلثي. طيب زي مين؟ زي الفروتس بالشكل ده كده هيلثي عشان هو طازه لسه، وبرده زي الميت هنا شكلها طازه جدا، والفيش شكلها طازه، اما الميلك برده فيري فريش، شكله فريش. تعالوا كده نشوف العكس. ده اسمه سبويلد فود. يعني ايه سبويلد فود؟ يعني طعام فاسد، وبيكون اسمه بيكون طبعا 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 unhealthy، يعني مش صحي. زي ده بريد، بس unhealthy bread، مش صحي لانه spoiled. دي fruits بس unhealthy fruits لان هي برضو spoiled، ودي برضو واضح ان هي vegetables و fruits ولا sandwich. تمام، هو برضو spoiled يعني فاسد، هو كده كده بايظ فبرضو unhealthy. طيب وبكده عرفنا نفرق بين ال healthy food اللي هو بيكون fresh وال unhealthy food اللي هو بيكون ايه يا ولاد؟ spoiled. تعالوا كده نشوف ازاي نحافظ على الفود هيلثي. تعالوا نشوف ازاي نخليه ما يوصلش لمرحله السبويلنج، ان هو يبقى سبويلد فود. تعالوا نبص. اول حاجه cover your hair، يعني لازم لما ادخل المطبخ اغطي شعري، ما اتعاملش مع الفود وشعري كده باين. don't deal with food when you are sick، ما تتعاملش مع الاكل وانت مريض. ليه؟ علشان اكيد في جيرمز او وراثيم، فطبعا ممكن تنقلها للاكل وتعدي ناس تانيين. cut nails يعني قص ضوافر. use disposable gloves يعني ايه؟ يعني في gloves اللي هي الجوانديات اللي احنا بنستخدمها مره ونرميها، نستخدمها واحنا بنعمل الاكل. wash your hands well، نغسل ايدينا كويس قبل ما نتعامل مع الاكل. wash fruits and vegetables well with water، نغسل الخضروات والفاكهه كويس قوي بالميه. avoid sneezing or coughing، هنتجنب ان احنا نكح او نعطس while cooking واحنا بنطبخ. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، بس طبعا احنا مكملين الحلقة الجاية خاصة بالاكسرسايز، اوعوا تفوتوها. اشوفكم على خير.